بنت يا شوقية، ارسي لحالك كده يا بنت وبلاش شعننة، ربنا يجعله أدم السعادة عليكي ويخدر عتبتك. يا رب يا رب يسمع منك يا شروق. هي أمي ما جاتش معاكي ليه؟ يلا يا شوقية برا يا شروق، هو انت هتباتي معانا الليلة؟ لا يا اخويا، ازاي، تتصبحوا بالخير. ربنا يهنيكم، فوتكم بعافية. انا هبقى اجيب لكم الصباحية على الضحى كده، وهبقى اقول لامك تيجي معايا. لا خليكي قاعدة معايا بقى، ده اسمه كلام يا عروسة؟ فوتكم بعافية. الله يعافيك يا اختي. شروق. نعم يا شوقية، ربنا ما يحرمني منك ولا يحرمني منك يا حبيبتي. يلا شوية. الله، من اولها كسوف كده. خلاص هروح اغير في بيت الراحة. اهو ده عيبه بقى، الحمام بره الاوضة وحمام شركي كمان. لا انا ما ينفعش الكلام ده معايا. اعمل ايه بس، هو المطرح كده كده ما ينفعش. شوف لك مطرح تاني بعفشة مية مستقلة، ولا يعني يرضيك مراتك تقف في طابير مع العربجية اللي بره دول؟ لا ما يرضنيش، بس الصبر يا بنت، الدنيا ما اتخلقتش في يوم وليلة. وبعدين اول ما اخد حقي في النقوط من ابوكي هدور لك على مطرح تاني، ويكون بعفشة مية مستقلة كمان. بنت شوية، انا مش مرتاح لابوكي. اسمعي، انا هروح مشوار دقايق وارجع لك على طول. رايح فين يا اسطى؟ اروح لابوك يا بنت. خد شنطة النقود كلها وقال لي اول ما هتوصل الدار هبعت لك بيها بورق، وهو لحد دلوقتي ما بعتش. انا هروح له. رايح فين يا عمر؟ عمر مين يا بنت؟ ده انا ابوها. لا لو خرجت زمان على طلاقي من اولها. لا يا بنت الناس، هو انا بقول لك انا رايح لعروسه تانية؟ انا هروح لابوك اجيب النقطه بتاعتي وحقي واجي على طول. العريس لما يخرج من داره ليله دخلته تبقى فال وحش او شقم، والجوازه ما تعمرش. معلش خلي حوار مروحه ابويا دي بعدين. ده يكون ساعتها بقى خرطني للوز. يعني هو هيروح فين يعني يا بوح؟ ما هتلاقيه غرقان في العسل مع اللي ما تتسمى، واحنا هنا قاعدين نسحب في الكهرباء ونلبط في بعض. وخليك حاسس بقى. ماشي اروح لبكره. طب ما تفكلي بقى سوسة الفستان علشان خاطر اختك سبتها لي مصديه من غير ما تزيتها. ولا يهمك، افكها لك انا. لفي. اصحى عريس الغفله، ده ليله الصباحيه. ايه العروسه خرجتك؟ اصحى ابوها. اصحى عريس الغفله، ابوها. اصحى ابوها. مين اللي خبط كده؟ اصحى ابوها. ده مين الرخم اللي جاي السعادي ده؟ طيب ابيض اللي بتخبط. يا ابو ورقه، انت مش عارف ان عريس ابو ورقه؟ امشي دلوقتي، انا عايز اروح هناك. لمت عليك حيط عريس وليله الصباحيه وسهر العسل، هات حته عسل على حافها. انا وانت اخويا اتنسلنا اتسرقنا. يا جدع في ايه يا جدع؟ اتكلم. حماك العزيزه السمري خد الشنطه اللي فيها النقطه وفلسع من العزبه. ايه يا واقعه سودا؟ ده حق وانا اللي قاعد عمال اخطط اسد الخروم اللي ورايا من النقطه ازاي؟ قابلت يا شوقيه، اصحى ابوك ضيعنا. صباح الخير. صباحية مباركة يا عريس. صباحية زي وشك. في ايه يا بوح؟ هو ده وش العسل؟ عسل ايه يا اختي؟ ابوكي خلاص خلاها بصل يا بنت سمري، خلاها زفت. صباحه قشطة يا عريس. مالك مزعبت كده ليه؟ اهلا، قعدت على الخبر ده ولا لسه؟ خبر ايه يا واد يا بوح؟ تعالي هنا يا بت، تعالي ضمنيني. انطقي يا بت يا شوقية، في ايه؟ انطقي يا بت، انطقي لاجيب كرشك. مفيش حاجة يا ابني، كله في السليم. ما تتكلم يا بوح. انا مش في ده دلوقتي، انا في المصيبه اللي جوزك عملها يا حماتي. فوت يا بنت قدام، فوت. تعال افطر يا بوح، ده امي عامله فطار صباحيه، عامله لك زفر. مش عايز اطفح، انا هروح اجيب ابوكي حتى لو كان في بطن الحوت. اوعي. استنى يا بوح، هتروح بالكلسون؟ ان شاء الله اروح عريان، دي الافات يا جدعان، حقي. تغراتي يا شروق، خلي الجيران تسمع وتعرف ان شرف بنات ضحى من صان. اما ازغرت والعريس هربان بالكلسون؟ يا بيت. حاضر هزغرت. شفت السمرة سلومة؟ لا يا عريس، نازل تدور على السمري وانت لابس كلسون. يا راجل البس حاجة اختشي. اللي مخبي السمري طلعه. انا مش حسيبك يا سمري، مش حسيبك. شفت السمرة عم ظريف؟ انا
انا هشوفه فين بس يا بوحة. لا حول ولا قوة الا بالله. ادي عرسان اليومين دول. يا سامر ايه؟ لو كنت جوه اطلع على سامر ايه؟ انا مش هسيبك. سمري ما عداش عليك يا لوزة؟ ايه ده؟ اللي انت عامله في نفسك ده يا عريس الهانة؟ سيبك من اللي انا عامله في نفسي ورد عليا. سمري ما عداش عليك وساب عندك امانة ليا؟ انت يالا مبلبح حاجة على الصبح؟ امانة ايه اللي هيسيبها معايا حماك؟ النقطة يا لوزة، حق في النقوط. ما هو ده بقى كان اتفقنا من الاول اننا نعمل الفرح سوا ويديني حق في النقطة. نقطة لما تشيل اللي تاول. خش يا ميلة باختي البس حاجة استر بيها نفسك. بقى يا واد سايب عروستك في الصباحية وماشي كده في العزبة صلت مال تدور على النقطة. يا خبتك فخوك يا لوزة. الله يرحمك يا رب. الله يرحمك يا أما. لو كانوا عايشين كانوا طب ووقعوا ساكتين من الحسرة على ابنهم. اجري ياد روح لمراتك، انا ما صدقت خلصت من همك انت وبنت السامري. يا بنت ركزي، حق في النقود ده هيبشبش القشة. تعالي معايا، تعالي معايا ندور على السامري عشان نقفش. عارفة يا لوزة، احنا لو قفشنا هظبطك وهدخلك معايا شريكه في مشروع مشغل محندق كده، والميه تجري في العالي، وانا بقى كل اللي هعمله هقعد على باب الاتوليه اعدي في البنكنوت اللي داخل ونقب بقى. بيت ده انت اللي عقلك غطس ما قبش. بقول لك ايه، سيبني خلينا رقع الهدمه اللي عامله زي بختي في الدنيا. ايه ده؟ ايه واد الطول ده يا واد؟ ما تخافيش، ده العيال بتوع العزبه كانوا بيجروا ورايا. يا لهوي يا لهوي يا لهوي، تعالي خديني ياما. ابنك في صباحياته بدل ما بيهنوه بيزقلوه بالطوب. امشي يا واد، امشي من هنا بدل ما يكسروا علينا الدنيا. امشي هوا هوا هوا. يا واد ياما ياما، العيال بتزفوا. يا بختك المنيل يا شوقيه، يا بختك المنيل. حقيني يا شرو ده اتفضح. يا اختي انا هعمل له ايه؟ ده واحد ابلاتين راسه لدعت والمكنه خفت، حد يعمل اللي بيعمله ده؟ ده ضحكتني يا دي البت والنبي اهبل على هولك. اقعدي يا بنت افطري، خساره الاكل اللي عماله اسويه لحد الفجر. كولي، انت محتاجه تتقوي. ياما ماليش نفس اكل، ماليش نفس اكل من غير بوح. شوف البت ومحناه. عقبال محنك يا اختي يوم ما تتجوزي، هي الواحده مننا ليها ايه غير راجلها؟ والنبي عشان خاطري يا شروق قومي لعيني دماغه بكلمتين. هو انا يا بنت ضحى مش هخلص من همك؟ قبل جوازك ملوداني وفي صباحيتك مدندراني. معلش بقى يا شروق، ما انت كبيره والرصيده اللي فيك. اهو جه اهو جه، تعالى يا اخويا تعالى استريح. تعال اقعد يا بوحة كل مع عروستك، مش عاوزه ادوق الزاد من غيرك. وبعدين يا اخويا بوحة هيروح فين؟ ممسيره هيظهر. بوحة اتهد واهمد يا اخويا، كفايه انا فضايح. فضايح؟ ما الفضايح حصلت خلاص. بنت شوايه، انت متحرم عليا من السعاده لحد ما ابوك يجيب حق في النقود. يلا على داركم. يا لهوي، سمعت ياما؟ سمعت يا شروق؟ يا خسيس يا بوديل واطي. بقول لك ايه، يالا انت بتحرمها عليك يوم الصباحيه؟ في ايه؟ الناس تقول علينا ايه؟ يقولوا اللي يقولوه. اقول لك، انت طالقه بنت لحد ما ابوك يجيب فلوسي. يلا بره. يا لهوي يا نصبتي، كانت الحزينه تفرح ما لقتلهاش مطرح. يا بنتي يا بنتي شوايه، اشوف فيك يوم يا بوحه.